السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درسنا الثالث المختصر وهو بعنوان العلم الخاص بالرقية الشرعية. العلم الخاص بالرقية الشرعية، هل هناك علم خاص بالرقية الشرعية؟ قديما لم يكن هناك تفصيل في هذه المسألة. لماذا؟ كان موضوع الرقية مريض يذهب إلى إمام مسجد أو إلى من ينظر أنه من أهل الصلاح، أو شخص معروف بالرقية، شخص واحد تجده في منطقة أو في عدة مناطق، تجد شخص واحد يذهب الناس إليه فيقرأ عليهم شيء من القرآن ويعطيهم شيء من العلاجات ويذهبوا. حينما توسع الأمر وزاد السحرة وزادت الإصابة بالعيون والمرضى كثروا ببعدهم عن الله سبحانه وتعالى وتركهم للواجبات ووقوعهم في المعاصي والمحرمات وغير ذلك، سهلت إصابتهم وكثرت شكواهم. فالشيء الذي حصل أن من دخلوا في هذا المجال ممن سبقوا اتضحت عندهم أمور في أمور العلاج، وتطورت وأنواع علاجات والآيات البرامج التي يعطونها للمرضى وغير ذلك، وألفت في ذلك بعض الكتب أو بعض المقاطع، وظهرت فتاوى لم تكن موجودة من قبل إلا ما تحصل عليها علماؤنا من شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وبعض أقوال الإمام أحمد بن حنبل أو غير ذلك، أو بعض ما جاء في كتب الفقه من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم في بعض مسائل الجن أو في بعض مسائل السحر. جمعها بعض الفضلاء واكتسبوا خبرة. فهنا نحن نقول لهذا الراقي الذي يريد أن يدخل في هذا الباب، هل يحتاج إلى علم في الرقية الشرعية؟ نعم يحتاج إلى علم في الرقية الشرعية، ولكن الحقيقة الشيء الذي رأيناه ماذا؟ أن بعض، حتى لا يقول إنسان قلت كل أو أكثر، نقول بعض من دخل في هذا الباب دخل خفية، يستحي أن يقول أريد أن أتعلم أو أني لا أعلم، فدخل ونظر في الإنترنت ورأى علاج الحالة الفلانية، علامات السحر، علامات المسحور، علامات الساحر، علامات العين، علامات المعيون، علامات المس العاشق، علامات كذا، فإذا كان صوته جميل سجل شريط أو شريطين، ورأى برنامج أو برنامجين طبقها على بعض من قرأ عليهم وجاءت بنتيجة، ثم تربع وقال أنا الذي أعرف وأعطيكم برنامج وأعطيكم أقوى برنامج وأعطيكم أفضل علاج، أو ما تجدوا مثل هذا العلاج أبدا، أو أقصر طريقة علاج للسحر، أو قتل الجن العاشق في دقيقتين أو في 5 دقائق، ودخل في كذب والعياذ بالله. لهذا أيها الأحبة، لما يأتي إنسان يقول أنا أعلم، لو خضع لامتحان في هذا الأمر في علم الرقية الشرعية طبعا، ويدخل فيه علم التوحيد، في توحيد في علم الرقية الشرعية، نعم إذا سئل أسئلة في التوحيد في علم الرقية الشرعية تجده لا يحسن الإجابة، أو قد يتكلم والعياذ بالله بما يكون فيه شرك والعياذ بالله. بل ورأينا بعض يعني من له شيء في العلم وقع في مثل هذه الأمور. هناك أمور دقيقة يحتاج الراقي أن يتعلمها. المسألة ليست مسألة تطبيقية فقط، لا والله، لا بد أن يتعلم في أمور الرقية، ولا بد أن يتعلم حينما يعني يكون عنده حصيلة من فتاوى العلماء. كم من الرقاة والله بعضهم له 10 سنوات و 12 سنة يأتي يسألك ويقول لك هل هناك دليل للمسألة الفلانية؟ تقول نعم، اللجنة الدائمة تقول، وهذا يقول وهذا يقول، يقول ما أعلم. ماذا تصنع؟ إذا لابد أن تتعلم قبل أن تعمل، لابد أن يتعلم من أراد أن يكون راقيا شرعيا متفرغا لنفع الناس قبل أن يعمل. وهذا هو العلم النظري الذي أنكره بعض الجهال وقال النظريات هذه ما نريدها، نحن نريد تطبيق. نقول لا، تطبيق في أمور حساسة يكون فيها توحيد. يقول لك أنا موحد، والله إذا فتشت تجد غير ذلك، ووجدنا من فقد أو وقع فيما يخالف الولاء والبراء بمصاحبته لأهل الشرك والعياذ بالله، يضحك معهم، نعم،
وناس مشركون يضحك معهم ويجالسهم ويقول له أنت مثل ابني، ثم يقول لك أنا موحد، هل يقبل هذا؟ أو الناس يدافع عنه، لا ما يقبل هذا. إذن لابد أن هناك علم الإنسان يتعلمه، ويتعلم أحكام العلاج بالأعشاب في الحالات في الإصابات الروحية، وما هي المقادير، وماذا يصنع في هذه الحالة، وماذا يصنع في هذه الحالة، ويسأل أهل الخبرة. ولهذا إذا جئت لأكثر من في الساحة وسألته وقلت له من شيخك، يقول ما عندي شيخ، أو يقول أنا أتابع برامج الشيخ الفلاني. طب هل تواصلت معه وسألته في يوم من الأيام؟ يقول لا. لماذا؟ يقول أظنه صعب، أو اتصلت مرة ولم يرد عليك. تقبل الناس يتصلوا عليك مئات المرات حتى ترد عليهم أو ما ترد عليهم، حتى يسألوك يعني يبحثوا عن دينهم، وأنت ما تريد أن تبحث عن شيء تفيد فيه شريحة كبيرة في المجتمع لمدة لسنين طويلة. أنا أظني أكتفي بهذا القدر، والمعلومة وصلت. ولهذا لابد لكل راقي أن يكون عنده مستند لمن هو أعلم منه ومن قبله، وبدليل شرعي مثل ما قلنا، مستند للعلم الشرعي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.